من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهلي. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلا. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، ولازلنا نتحدث عن أعراض الغفلة. وحديثنا في هذا اللقاء عن عرض خطير من أعراض الغفلة لا تخطئه العين في واقعنا المعاصر، ألا وهو التهالك على الدنيا والرضا بها والاطمئنان لها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار جزاء بما كانوا يكسبون. التهالك على الدنيا، الاطمئنان إلى الدنيا إلى حد نسيان الآخرة. اعمل للدنيا، اعمل للدنيا. الفهم الرائق الصحيح، الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. فالدنيا مهبط وحي الله، ومصلى أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس لزمانها، وليس لمكانها، وليس لنعمها، كلا، فزمانها الليل والنهار، جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومكانها الذي هو الأرض، جعلها الله آية مليئة بالنعم، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. الآيات، الذم الوارد لكل ما يرتكب في الدنيا من معصية لله، من غفلة عن الله، من غفلة عن الآخرة، من غفلة عن الغاية التي من أجلها خلقنا والوظيفة التي من أجلها ابتعثنا. هذا هو الفهم الرائق للدنيا. أما أن نركن إليها وأن نطمئن بها وأن نعيش من أجلها وأن تنسينا دنيانا أخرانا، كم من المسلمين الآن في غفلة عن الله بسبب دنياه، في غفلة عن القرآن بسبب دنياه، في غفلة عن الصلاة بسبب دنياه، في غفلة عن العمل للآخرة بسبب دنياه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. قال جل وعلا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من أجل ذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وأنا لا أريد أن أخرج الأحاديث حتى يعني نكسب وقتا أطول، وإلا فالأحاديث بفضل الله كلها صحيحة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، ويصبغ في النار صبغة واحدة ويقال له: هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط وما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة فيصبغ في الجنة صبغة ويقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط وما رأيت شدة قط. أنساه نعيم الجنة كل بؤس في الدنيا، والأول أنساه حر النار كل نعيم في الدنيا. فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم الفطناء الذين اتخذوا الدنيا مزرعة للآخرة. إنما الدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم، ولا تفضحوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وأختم بقوله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في أيدينا، وألا يجعلها في قلوبنا، وأن يجعلها مزرعة لنا إلى الآخرة، وطريقا لنا إلى نعيمه في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احذر احذر من أسباب الغفلة.